عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول درس من دروس الفوتو مانيبيوليشن. ليه ندرس فوتو مانيبيوليشن؟ الهدف من الموضوع إنك تتعلم إزاي تدمج أكتر من صورة في صورة واحدة أو في بيس أوف آرت كبيرة كده هوت، ما يبانش فيها إن الصور دي متقطعة ومحطوطة جنب بعض حط كده، لازم يكونوا باينين إن هما اللي يشوفهم يحس إن هما صورة واحدة. ليه؟ إيه الهدف من ورا ده؟ ممكن يكون بيس أوف آرت بس من غير حاجة، ممكن تكون هتستعملها كوميرشالي في حاجة مثلا تصميم سوشيال ميديا أو خلافه. هيبان أكتر لما نيجي نشتغل وننفذ على طول. فبدون كلام كتير يلا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنشر القناة لأنك عارف إن القناة لسه جديدة وبدعمك أكيد هنستمر. يلا بينا، يلا نبدا. تمام، نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نشوف ده كده التصميم اللي هنوصل له ان شاء الله في النهايه. تمام، نروح على فايل، نفتح نيو. بالنسبه للمقاس مش هيفرق معاك كتير، اي مقاس تحب تشتغل عليه اشتغل عليه، بس انا بفضل يا اما 1200 في 900 لو هعمل حاجه لاندسكيب بالعرض، او 1200 في 1200 لو هعمل حاجه تصميم مربع، لان انا غالبا بنشر شغلي على السوشيال ميديا اكترها فيسبوك وانستجرام، والانستجرام حتى اكتر يعني. فالمهم ان دول المقاسين اللي غالبا بيكونوا مريحين مع الانستجرام، لكن طبعا لو حابب تشتغل باي مقاسات تانية ليك مطلق الحريه يعني. تمام، كرييت، جميل جدا. هنبدا الاول نجيب الاستوكات. وبالمناسبه مرحله انك انت تجهز الاستوكات دي بتبقى سخيفه شويه احيانا، او مش سخيفه يعني، بتاخد فيها مجهود شويه ان انت توصل الاستوكات اللي انت عايزها اللي توافق الشكل اللي انت شايفه في دماغك اللي هتبدا بيه. هندوس نكبر، وانت دايس شيفت والت علشان يطلع بشكل منتظم. اوكي، هننزل بس تحت شوية كده. انا محتاج من الصورة ديت الجراس بس، مش محتاج الجزء اللي فوق ده. فهاجي هنا وادوس على الايقونة ديت يعمل لي اير ماسك، وبعدين بروح اجيب البراش بتاعتي، احاول انها تكون براش فيدد افضل. تمام جدا. وبعدين هبدأ امسح الجزء بتاع السما ده. طبعا في طرق كتير جدا لان انت تعمل كده. الفوتوشوب والتصميم عموما، برامج التصميم، برامج ادوبي، في 100,000 طريقه انك تعمل الحاجه. شوف في الاول يعني هتشوف الطرق اللي انت بتستخدمها، وبعد كده الطريقه اللي انت بترتاح بيها تعلمها. يعني مفيش حد يقول لك دي بتتعمل بالطريقه الفلانيه، مفيش كده. في طبعا حاجات ثابته يعني، لكن المقصود انه مش دايما هتلاقي نفس الحاجه بتتعمل بنفس الطريقه. انت ممكن تعمل حاجه بطريقه وانا بعملها بطريقه ثانيه، وغيري بيعملها بطريقه ثالثه. ف فيل فري يعني ان انت تتحرك براحتك، المهم ان انت تعرف طريقه تريحك وتشتغل بيها. تمام تمام، هنعتبر ان احنا كده قلنا الجراس، وطبعا كل حاجه قابله للتعديل. حطينا الجراس كده بشكل مبدئي، نروح نجيب السما بتاعتنا اللي هنستعملها. تمام، ونحطها هنا، مقاسها كده اعتقد مظبوط، مش محتاج نكبر، نحركها بس كده وندوس اوكي. هنخليها تحت اللير بتاعت الجراس عشان تبقى مخفيه كده يعني، مبدئيا شكلهم مناسب، مش محتاج الماسك انه يتعدل. لو محتاج، لو انت شايف انه محتاج يتعدل شويه ممكن تعدله بالاكس، بتدوس بين بالتوجل ما بين الابيض والاسود عشان يا اما تضيف يا اما تدوس اكس تاني تمسح. تمام كده. ولو في حتت محتاجه ان انت تشيلها زياده، لو محتاج حاسس ان الجراس كده شويه ترجع منها حبه وهكذا. تمام، ممكن نصور الفرشه شويه ونمسح الجزء ده مثلا كده. كل ده طبعا هيقابل للتعديل بعد كده، هنعدل فيه زي ما احنا عايزين وزي ما نشوف. ممكن تطلع مثلا الجراس لفوق شويه لو محتاج انك تطلعه شويه لفوق، متهيألي كده افضل شويه. تمام. طيب المفروض ان السين بتاعنا هيكون ليلي. تمام، محتاجة الألوان إنها تكون أغمق من كده شوية، وإنها تكون رايحة ناحية الأزرق. دايما الحاجات المشاهد الليلية بتتجه للون الأزرق أكتر. هنشوف ده مع بعض وإحنا بنشتغل. طيب نيجي للجراس، وأنا بفضل دايما إن أنا أشتغل أرتب حاجتي، فهحطه كنترول جي، هيبقى جوه جروب. سمي الجروب ده أي حاجة تخليك بس تعرف توصله بسهولة، جراس مثلا أو لاند أو وات إيفر أنت هتسميها إيه. تمام كده. وبالنسبة للسكاي برضه بالمرة نحطه في جروب كنترول جي ونسميه سكاي. تمام جدا، عشان تبقى الدنيا منظمه بس ونعرف نوصل لحاجتنا بسهوله. هنروح للجراس ونيجي نشتغل عليه، ونروح هنا للادجستمنت لايرز، نفتح الكيرف. هتيجي عند الزرار ده تدوس عليه كده، اي تاثير تعمله هيتطبق على اللاير اللي معاك بس، مش هيتطبق على كل العمل بتاعك. هتيجي هنا وتنزل ده لتحت كده شويه او كتير، مش شويه، علشان تحاول تخليها بالشكل ده، عشان المفروض ان احنا بالليل يعني. لو عملت كده هتشوف قبل وبعد
دوس بس دوسه وتفضل دايس هيوريك كانت ايه وبقت فين. محتاج تعدل مفيش مشكله، تعدل ترفع ده شويه تزود الكونتراست شويه وتقدر كل حاجه في ايديك. تمام كده تمام. ومحتاجين نديلها سنه ازرق شويه، فهنيجي هنا برضو ونعمل كالر بالانس. تمام، وبرضو نفس الفكره هتعمل لها كليبنج عشان تاثر عليها هي بس، هتزود شويه السيان وتزود شويه البلو. تمام كده. ممكن التاثيرات اللي انا بعملها دي تكون مش واضحه دلوقتي معاك، بس بعد شويه هتشوفها في العمل ككل. يعني بص لما كان كده، بص كده قبل كان في اخضر واصفر، بعد بقى رايح ناحيه الايه الازرقات شويه، هيبان لما الباقي كله يتعمل. اقفل الجروب بتاع الجراس، وهنيجي عند السكاي نعمل نفس اللي عملناه في الجراس. هنيجي عند ادجستمنت لايرز كيرفز كليبنج ماسك، ونغمقها لتحت شويه كده علشان المفروض ان السين ليلي، فالاضاءه العاليه جدا دي مش منطقيه طبعا في بالليل. اهم حاجه ان السين يطلع في الاخر شكله منطقي ومقبول، ان هو فعلا بالليل، وان هو لو انت طبعا في زي حالتنا دي بنعمل حاجه بالليل، لو بتعمل حاجه نهار طبعا الكلام هيختلف. تمام جدا. يبقى كده حطينا مبدئيا الجراس والسكاي. تمام، نروح نشوف هناخد ايه تاني. عندنا مثلا التيرتل ديت، جميل جدا. ممكن تحطها هنا وممكن تفتحها في فايل جديد، يعني هي مش هتفرق كتير. خلينا مثلا نشتغل فايل جديد عشان تاخد الفايل بمقاساته الرئيسية وبعد كده نعدل فيه. افتح الفايل، هنقصه بأي طريقة قص ممكنة. هنبقى ممكن نعمل دروس بعد كده نتكلم فيها في طرق القص الكتير. ممكن تبدأ بالكويك سيلكشن تول ونشوف هتطلع نتيجتها معانا ايه. تمام جدا. الكويك سيلكشن تول يعني تول مناسبة في الوضع ده، لأن الموضوع فيه ايدجز بتاعته باينة شوية، مش محتاجة ان انت تكون يعني دقيق جدا. طبعا الدقة كويسة في كل الحالات يعني، مش ده المقصود، لكن في حاجات بتعمل. هتدوس كنترول بلس عشان نكبر بس كده شوية نشوف احنا بنعمل ايه. تمام، لو دوست على الت هيشيل من السلكشن، يشيل من السلكشن اللي انت عامله. تدوس تسيب الالت يزود على السلكشن، ده طبعا في حالة ان انت دايس على البلس 4. تمام كده، بدل ما تطلع كل شويه تدوس هنا يعني، خليك بالالت تسويتش كده ما بين الاثنين، تحاول ايه تكون اكثر دقه. اه ده مثلا قل منه فتزود تاني وهكذا. تمام، بالسبيس لو انت دايس على السبيس تقدر تشيل وتحط فيهم تاني. الت عشان نشيل الزيادات دي كلها، كل ده احنا مش محتاجينه، احنا محتاجين جسم التيرتل بس. ومش مهم قوي دلوقتي الجزء اللي هو يعني الارضيه اللي واقف عليها التيرتل، هيبان دلوقتي لما نقلب التصميم في التصميم الاصلي. الت ونشيل. طبعا بقدر الامكان حاول تخلي القص بتاعك يكون مظبوط، لان بيبان جدا في النهايه، يعني في الشكل النهائي بيبان البتاع، بيبان اذا كان القص من الحاجات المهمه جدا في التصاميم، وبتبين قد ايه الشغل ده محترف او مش محترف. تمام، فهنحاول بقدر الامكان. لكن طبعا في حاجات بتبقى لما تبقى الصوره الصغيره في وسط التصميم، ففي حاجات بنتغاضى عنها زي اللي انا بعمله ده. اللي انا بعمله ده يعني بعيد عن الدقه كتير جدا، لكن وافضل يعني اداه قص بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا البين تول طبعا، بس انا بحاول اتفاداها شويه في التوتوريالز علشان ما نطولش وقت الفيديو اكتر ما هو طويل والناس ما تزهقش مننا يعني. تمام جدا. والحاجات برضو الزيادات دي هن ايه هنعالجها هناك يعني، هنشوف برضو هيبقى في ايه ناقص. يعني بص مثلا الحروف ديت حاجه زي كده، كل ده في ايدينا ان هو يتعدل هناك باذن الله. بس ناخد كده قص مبدئي وكل حاجه في ايدينا. ودي ميزه الفوتوشوب، انك ممكن تعدل اي حاجه في اي وقت. تمام، انا اعتبر ان كده ايه الدنيا بقت تمام شويه. طيب هتيجي بعد ما عملت حددت السلكشن بتاعك تدوس على اللاير ماسك، هيعمل لك اللاير بالشكل ده. طبعا القص فيه عيوب وبتاع، هناخدها بس هناك في الفايل بتاعنا. ندوس على الموف تول وناخد التيرتل بتاعتنا ونحطها هنا. جميل جدا، هنطلعها بس فوق كده عشان تبقى شايفينها. هي كبيره طبعا على حجم الفايل بتاعنا، فهنعمل كنترول تي كنترول زيرو عشان نشوف الشاشه كلها، وبعدين نصغر حجمها كده شويه للحجم اللي احنا شايفينه مناسب. كنترول زيرو عشان ترجع للوضع الطبيعي بتاعك وتشوف هتبقى هي كده مناسبه ولا لا. يعني خلينا مبدئيا نقول انها كده
تمام، محتاجة بتهيألي تصغر شوية. دايما بدوس على الشيفت والالت وانا بكبر وصغر علشان يكبر ويصغر بنفس النسب، ما يبوظش مني وانا بشتغل. اوكي خلينا مبدئيا نقول كده ايه تمام. طبعا شكلها دلوقتي صعب جدا في وسط السين، بس بعد ما نعدل عليها هتبقى افضل كتير. كبر بس شوية عشان نشوف احنا بنشتغل في ايه. كنترول بلس، جميل جدا. تقف على اللير ماسك وتجيب البراش بتاعتك وتحاول بس ايه تعدل شوية في الحاجات اللي مش لطيفة الظاهرة دي، تمسح الحاجات دي، نحاول نتويك شوية. ما تهتمش قوي بالرجلين دي لان احنا هنعمل شادوز دلوقتي، فكل ده ايه يتعدل يعني، كل ده مش هيبان يعني، فمش محتاج قوي انك توفي وقت كتير. هاخد بس البرش اللي مش فيدد، البرش العادية بتاعتي تمام، واحاول اني اصغر بس الحجم كده شوية، وأعالج كل الايه النقط اللي مش لطيفة دي. طبعا الحاجات دي لو كانت معمولة بين تول كانت هتبقى أفضل كتير، بس طبعا زي ما قلنا عشان وقت الحلقة فمحتاجين إن احنا ايه ننجز شوية في الحاجات دي. الجزء ده ممكن نشيله خالص مش محتاجينه. طبعا كل ده المفروض ان هو يتعدل عن كده، بس ايه زي ما قلنا احنا بناخد الحاجة بس بنفهم بيها الطريقة العامة، وممكن بعد كده في الحالات المشابهة ابقى جاهز الحاجة مقصوصة، ابقى جاهز الحاجة مقصوصة وبعدين ايه ابقى اشوف هتتعمل ازاي. تمام، هنيجي عند الحروف هنا نمسحها. تمام جدا، بحيث ان كله يكون مناسب لينا. تمام، كنترول زيرو، نكبر الشاشة ونشوف. طيب نحط ديت كمان كنترول جي ونحطها في جروب نسميها تيرتل. جميل جدا، هنعمل فيها نفس اللي عملناه في الحاجات التانية. هنروح عند الادجستمنت لاير نفتحها ونروح عند الكاروس، ما تنساش تعمل كليبنج وتقلل الاضاءة بتاعتها كتير جدا كده علشان تنزل لتحت تبقى برضه في نفس الدارك مود اللي احنا شغالين بيه. ممكن كده وممكن نعدلها بعد كده لو شفنا ان ايه ده الانسب. جميل جدا، المفروض ان احنا هنعمل هنا مصدر اضاءة، القمر هيتحط هنا في الحتة دي فهيبقى في مصدر اضاءة جاي في الاتجاه ده. تمام، حلو جدا. مصدر الاضاءة لما بيجي بيعمل حاجة اسمها ريم لايت، اللي هو خط الضوء الرفيع اللي انت بتشوفه فوق الحاجة دي. هنا احنا عاملين لير ماسك او ادجستمنت لير اسف، اللي هي الكيرفز اللي نزلنا فيها دي، محتاجين نشيل منها جزء علشان يبان هو الاضاءه اللي كانت موجوده. فهاجي اقف هنا على اللير ماسك وبالبراش بتاعتي بس يعني همسح من اللير ماسك ده، اكبر الفرشه بتاعتي شويه واخليها فيدت، وبعدين هاجي اجرب كده اشوف. بص وانت بتشتغل هتلاقي ايه في الخط ده، بس هو قوي قوي، فهنعمل كنترول زد نرجع، وبعدين نروح رايحين للاوباسيتي نقللها شويه، اوباسيتي الفرشه والفلو كمان ممكن تقلله شويه. تمام، وتكبر كده وشوف الفرق بينه وبين اللي احنا عملناه من شويه. تعالى عند الحروف وابدا ايه بص شوف دلوقتي الدنيا عامله ازاي، مختلفه شويه عن اللي كنا فيه. المفروض ان الضوء جاي من الاتجاه ده، فانت هتخلي الحتت المواجهه للضوء تاخد شويه اضاءه اعلى شويه، تيجي كده عند الحروف وتبدا ايه تشيل تأثير اللي انت لسه عامله اللي هو الغامق اللي انت لسه عامله ده. محتاج الشدة تكون اكتر شوية، بتزود في الاوباستي بتزود في الفلو، بس انا شايف انه كده مناسب. وممكن برضو تعمل فيكس وترجع تاني شوية ايه من الجزء ده لو انت شايف ان انت محتاج ده، يعني الموضوع في ايدك تماما ان انت تشيل وتحط زي ما انت عايز. فكده في نسبة اضاءة مناسبة جدا. لو انت مش واخد بالك ايه اللي حصل ممكن تطفي. بص كانت شكلها ايه، بقت شكلها ايه. تمام جدا كده اعتقد انها بقت مناسبة اكتر شوية. جميل جدا، هنيجي نعمل لاير هنا وننزلها تحت اللاير بتاعت السلحفة ديت علشان نعمل فيها الشادو. تمام، بالبراش بتاعتك زي ما هي هتجيب اللون الاسود وتبدأ ترسم. برضو المفروض ان انت خلي دايما في بالك مصدر الضوء من ايه، المفروض ان مصدر الضوء هنا فهيجي كده يعني. خلينا نعمل حاجة تانية، ممكن نقفل ده هنا خالص، نعمل لير فوق كل حاجة
هنعمل فيها حاجة بس مبدئية كده، نجيب اللون الأبيض بالفرشة الفيدد ونكبر كده شوية ونعمل إيه، كليك واحدة بس، سوري باك، أنا هزود بس الأوباسيتي بتاعتي تاني بتاعت الفرشة، وهزود الفلو بتاع الفرشة تاني، تمام كده بقى 2% عادي. هنعمل بس هنا كليكية واحدة كده، تمام. ده كده باعتبار ان هنا هيكون مصدر الضوء، لحد ما نحط بس مصدر الضوء عشان نبقى فاهمين واحنا شغالين احنا ماشيين في انهي اتجاه. المفروض ان هنا القمر هيتحط، تمام جدا. نرجع كده ايه للترتل تاني ونشوف اللير اللي احنا كنا هنعمل فيها ايه الشادو. المفروض ان الشادو هيكون بالاتجاه ده ماشي كده، علشان الضوء من هنا واقع هنا، هو عمل الاضاءة دي، بعد كده هيبقى الشادو بقى ماشي في الاتجاه ده. هتيجي في اللير اللي تحت وتجيب اللون البلاك وتبدأ ترسم الشادو بتاعك، تمام تمام جدا تمام. هتيجي عند البلندنج مود تخليه مالتبلاي وتقلل الاوستي، لان طبعا الشادو ده تقيل جدا، كل ما تقلل الاوستي بص كده بقت ايه رياليستيك اكتر بكتير، يعني انا شايف انه كده مناسب، تمام جدا. هتيجي تعمل حاجة تانية بقى علشان رجلين السلحفة اللي شكلها مش طبيعي ديت كده، الشادو اللي تحت يعني تمام مبدئيا. عايزين نيجي بقى فوق السلحفة نفسها، ممكن حتى تحت اللاير دي، نيجي نعمل لاير تانية فبقت كليبنج لوحدها اهي، وتروح جايب باللون الاسود بتاعك برضو وتكبر كده شوية عشان نشوف انت بتعمل ايه، وتيجي عند رجل السلحفة من الحروف بالفرشة الفيدد اسود وتعمل كده، تعمل عليها كده، لان طبيعي جدا ان هيبقى فيه ضوء مردود من الارض على رجل السلحفة نفسها. بص لما تعمل كده رجع بقى تاني كنترول زيرو، هتحس انها بقت افضل كتير من الاول، وممكن برضو تقلل بس بتاعتها شوية عشان تبقى اخف من كده حبة، تمام جدا. كده الترتل اعتقد انها بقت مظبوطة، وان كنت معتقد ان ممكن الاضاءة دي تقل شوية كمان، اضاءتها تقل سيكا كمان كده، يعني متهيألي كده افضل شوية، وبرضو في ايدينا هنرجع نعدل كل ده تاني، تمام جدا. طيب السلحفة شكلها برضو مش مظبوطة مع السين، ليه؟ لان هي مش واخده الميه الزرقاء اللي احنا اتكلمنا عليها. فانت ممكن تعمل برضو تيجي هنا وتجيب الكالر بالانس وكليبنج للسلحفه نفسها، وتزود برضو سنه سايان وسنه بلو كده، برضو بدات ايه تخش في المود الازرق بتاع الشكل كله، جميل جدا، حلو قوي. طيب ممكن نعمل ايه، ممكن نكمل القمر بدل ما هو متساب لوحده كده، نروح نجيب القمر، تمام. القمر احنا ممكن نعمل فيه حاجة، انت لو عملت القمر حطيته فيه لان هو حواليه اسود، فانت لو عملته سكرين خلاص كده خلصت الشغلانة، بس هيبقى فيه عندك الايدجز دي، فقدامك احتمال من اتنين، ان انت تمسح بالبرش، تعمل لير ماسك وتمسح بالبرش، او ان انت تقص القمر نفسه. وانا افضل في الحالة ديت ان احنا نقص القمر الاول، عشان لو احتاجنا نعمل فيه اي حاجة بعد كده يبقى ايه مقصوص جاهز، ما نحتاجش نقصه بعد ما شلناه. فهنعلمه كده، هو بسهولة جدا هيتحدد لان هو الصورة اصلا واضحة، وهتعمل اللاير ماسك بتاعتك، اصبح عندك القمر لوحده اهو، هتحطه بس في مكان اللي انت عايز تحطه فيه، هيبقى هنا كده تقريبا جزء منه بس مش باين فوق، وممكن برضو تعمل المود بتاعه سكرين هيبقى افضل عشان يبقى منور وباين من وراء البتاع، وممكن تيجي وراه كده في اللاير دي تعمل لها كنترول تي وتكبرها شوية كده عشان ايه تعمل اللي هي الاضاءة اللي خارجة من القمر، جميل جميل جدا، تمام. وممكن نحط الاثنين دول برضو مع بعض كده ونحطهم في جروب ونسميه مون، تمام. يبقى كده خلصنا من القمر، طبعا ممكن نحركه بعد كده في اي حته احنا محتاجينها، بس نراعي ان برضو الاضاءه تبقى جايه في الاتجاه ده، يعني ما ينفعش مثلا اجيبه هنا كده، مش هينفع لان الاضاءه بتاعتي جايه من هنا والظل جاي من هنا، فلازم ان انا ايه اركز جدا في مصادر الاضاءه منين، والظل يبقى ماشي مع شكل الاضاءه، تمام جدا. كده فاضل لنا ان احنا نجيب الموديل اللي هتتحط هنا، البنت اللي معانا راحت فين، جت اهي، تمام جدا. نجيبها برضو نفتحها في فايل لوحدها، نحطها فوق هنا كده هتتفتح لوحدها في فايل تاني، نقفل الحاجات بس اللي ملهاش لازمة دي الاول، تمام. نكبر كده شوية ونشوف هنعمل ازاي. برضو تاني الافضل ان انت تقص بالبين تول، بس علشان وقت الحلقة فاحنا هنستعمل برضه الكويك سيليكشن كده ونشوف النتيجة هتطلع شكلها ايه، هحاول بس تكون ايه
دقيق على قد ما تقدر. وبرضه هي لان الديزاين بتاعنا الاجزاء اللي فيه كلها والعناصر اللي فيه كلها صغيره وبالليل ومدمجه مع بعض، فمش مش يعني فروق القص مش هتبان قوي فيها يعني. لو في اقصد عيوب في القص مش هتبقى مزعجه قوي يعني. بس طبعا ده مش كلام محترف اطلاقا، لازم في كل الحاجات ان انت تهتم بالقص تدريبا ليك حتى يعني. الافضل دايما في كل حاجه ان انت تكون دقيق، لان الحاجات دي بتفرق جدا 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 في الشكل النهائي. يعني كده لحد كده كله اعتقد تمام. هناخد بس الشعر ده معاها، تمام جدا. هنشيل بس كده، نكبر كده شوية الفرشة دي. أنا على فكرة بقلل وأزود حجم الفرشة بالبراكتس اللي هي عند الجيم والدال. تمام، هنشيل لا ده الفرع بتاع الشجرة، أنا كنت شايف، معلش سوري. ناخد بس بقية الوردة دي معانا كده عشان ما يبقاش شكلها غريب. وممكن نصغر خالص كده ونشيل بالتشيب الالت، نشيل الجزء ده، صباع ده مثلا محتاج يدخل معانا في القص، وهكذا يعني. تحاول ان انت ايه تاخد اللي انت محتاجه بس وتشيل اللي انت مش محتاجه. تمام كده، تمام. هنشيل الجزء ده كمان وبعدين نكبر كده، نشوف كنترول زيرو، نشوف الدنيا وصلت لحد فين، وندوس على اللاير ماسك. تمام جدا. طبعا هي محتاجة تعديلات كتير جدا، فانت ممكن تيجي عند اللاير هنا وتعمل عليه كليك يمين، او من هنا من سيلكت اند ماسك هتدخل فيه. كبر كده شوية، تمام، عشان تكون شايف انت بتعمل ايه. وهنيجي هنا عند الجزء ده نكبر البراش نفسها بالاختيار التاني هنا، ونمشي جوه الشعر علشان يشيل الأجزاء اللي مش من الشعر. هو بياخد الشعر بس ويسيب لك الايه الجزء اللي كان وراه، يعني الجزء اللي فوق اعتقد انه ممكن نسيبه كده عشان الديزاين نفسه. ماشي، هنكتفي بده دلوقتي. اوكي تمام جدا. هناخد الجزء الجديد كنترول زيرو، وناخد الجزء الجديد ده بالموف تول، ونروح نحطه في التصميم بتاعنا، نشوف هنحطه فين. جميل جدا، هنقول له كنترول تي كنترول زيرو عشان نشوف، ونحاول نصغر لحد ما نشوف ايه المناسب اللي ممكن يتحط فيه. هي كده احنا هنحطها فوق السلحفة طبعا، اعتقد كده هتبقى مناسبة شوية. كنترول زيرو عشان نكبر هنا كده مثلا بالشكل ده، يعني اعتقد كده مكانها ظريف شوية. ممكن نكبر كمان اكتر عشان بس نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. كده متهيألي يعني مبدئيا كده شكلها لطيف. جميل جدا، كنترول زيرو. وممكن انت تعمل كده وتقول له convert to smart object، كنترول جي كالعادة عشان نمشي منظمين، ونسمي ده ايه جيرل. طيب الجيرل دي طبعا برضو هي اضاءتها عالية جدا، راجعين زي ما عملنا في كل الحاجات اللي فاتت كيرلز كليبنج ليها، ونقلل الاضاءة بتاعتها كده شوية كتير جدا، يعني كده مثلا مناسب. نفتحها كده شوية ونزود الكونتراست من هنا. جميل، وهنعمل نفس اللي عملناه قبل كده. هنيجي على اللاير ماسك ونجيب الفرشة ونشيل الجزء اللي على وشها، لان المفروض ان الاضاءة برضو بتاعت القمر جاية عليها من هنا زي السلحفة اللي تحتيها. ندي شوية اضاءة على الفستان بتاعها من هنا وعليها هي. جميل جدا. طبعا هي شكلها كأنها محطوطة حط في السين، لان ايه مفيش شادو. فهنيجي تحتيها ونعمل لاير، ندخلها بس جوه الجروب بتاعها. جميل، حلو جدا. هنيجي للاسود دوت، نصغر البرش بتاعتها، نكبر بس شويه عشان نشوف احنا بنعمل ايه. تمام، ونصغر ده ونبدا نعمل ايه شادو تحتيها كده من هنا،
ومن هنا الجزء ده لا، لان ده هيبقى فيه الاضاءه، الظل هيبقى تحت بالشكل ده. جميل جدا. بس هنعلي الاوباسيتي بتاع، نخلي الاول مالتي بلاي وبعدين نعلي الاوباسيتي بتاعته شويه لانه كده تقيل قوي يعني. كده متهيألي اعتقد كده مناسب. جميل جدا، اختلفت كتير لما تيجي تبص كده قبل وبعد. الشادو طبعا بيفرق كتير جدا. طيب هل هو ده الشادو الوحيد؟ لا طبعا، هنحط شادو تاني، نعمل لاير تانيه. الشادو التاني اللي هو هيبقى شبه ده، الشادو الممدود الطويل ده، الشادو اللي تحتيها على طول اللي هو بيسموه الكونتاكت شادو. محتاجين شادو تاني يكون واقع من جسمها على جسم السلحفه، فهنكبر البرش شويه كده تمام، وممكن تقلل بس بتاعها حبه وتبدا تعمل شادو كده تمام. وهنخليه مالتي بلاي ونقلل الاوباسيتي بتاعته كتير جدا، حاجة خفيفة جدا يعني، ممكن اقل كمان شوية حاجة كده. تشوف قبل وبعد، قبل وبعد كده افضل كتير. جميل جدا. هنيجي عند الجسم بتاع البنت برضو ونعمل فيه نفس اللي عملناه في كل الناس اللي فاتوا ديت، ونروح نعمل كالر بالانس وكليبنج للبنت، ونزود شوية سايان ونزود شوية بلو. جميل جدا. طيب لو رحنا للترتل، عشان الترتل لسه برضو مش مريحاني، هنروح تاني هنا ونحاول نزود شوية بلو اكتر وشوية سيان اكتر. جميل. الجراس برضو محتاج ان هو، ودي ميزة بقى اللايرز اللي احنا عاملينها ديت، انها ممكن تتعدل في اي وقت. تروح لها هنا نزود شوية بلو ونزود شوية سيان، أو لأ السيان كده مش محتاج، البلو هو اللي محتاج يزيد أكتر. أيوة كده كده ظبطت شوية. فتفضل تعدل كده رايح جاي لحد ما تحس إن الدنيا معاك بقت مظبوطة. السكاي مثلا محتاج لها، السكاي احنا مش عاملين لها أصلا، نحط لها كالر بالانس، نزود في الماجنت في السيان آسف، ونزود في البلو. بص كده الدنيا بدأت إيه تبان شوية إنها فعلا بالليل. جميل جدا. طيب هنضيف حاجة بس بسيطة على الريز بتاعت المون ديت، حتى ممكن نخلي المون فوق خالص. هنفتح اللير بتاعت المون او فوقيها، مش هتفرق كتير يعني. نحط هنا فوق ده، نجيب عندنا هنا حاجة ريز كده لايت بيم، نجيبها ونحطها. جميل. هنعمل بيها ايه ديت؟ هنعمل لها روتيت بس كده شوية عشان تبقى في اتجاه القمر، ونعمل المود بتاعها سكرين. جميل. نصغرها شوية، كنترول تي، نصغرها كده بس شوية بحيث انها تبقى كأنها اضاءة طالعة من القمر كريز. طبعا ده مش رياليستيك لان احنا بنعمل سين يعني فيري كده، مش حاجة حقيقية. جميل جدا. طبعا شكلها كده صعب جدا، فهنعمل ايه؟ هنروح جايبين هنعمل لها لاير ماسك، ونجيب البراش بتاعتنا نكبرها بس شوية بالبراش الفيدت طبعا، ونبدأ نمسح الأطراف بتاعتها. سوري، نزود الأوباستي تاني ونبدأ نمسح الأطراف بتاعتها كده عشان ما يبانش إنها إيه حادة بالشكل الصعب ده تمام. بتدي شكل جمالي للموضوع، بيبقى أفضل كتير. جميل جدا. ممكن نعدل بس البوزيشن بتاعها كده شوية، نجيب البرش نعدل برضو ايه، نمسح الجزء ده تمام جدا. طبعا الفوتو مانيبيوليشن ده بسيط جدا ومفهوش عناصر كتير، انا بس حبيت اعمله كده. ممكن بس نحرك المون كده كله بحاجته كده سيكة صغيرة، متهيألي كده هيبقى افضل شوية تمام. بتفضل تعدل الحاجات لحد ما تحس انها مريحة لعينك يعني. جميل جدا. كده احنا خلصنا؟ لا مخلصناش، احنا خلصنا وضع العناصر وجعلها تقريبا متماثلة في الشكل. ايه بقى اللي بيخلي الصورة في الاخر يبقى شكلها كأنها حاجة واحدة، اللي هي بنسميها في الاخر ايه؟ الفينشنج بتاعنا تمام. هنبدأ بالفينشنج بتاعنا. ممكن احنا مثلا احنا عايزين نعملها مود ازرق، فلو جبنا كيربز ادجستمنت لاير دي هتبقى ماشية على كل اللي تحت، فمش محتاج ان انت تعمل لها كليبنج. هتيجي هنا في الار جي بي تروح للبلوز، انت عايز تزود البلوز اللي في السين. جميل. فهتروح مزود هنا شويه كده. بص بص وانا بزود الدنيا ورا بيبقى شكلها عامل ازاي لو شلت دي عشان تشوف قبل وبعد. بص كده المود دخل الازرق خلاص تمام.
وممكن تروح برضو عند الريدز تديها سيكة صغيرة ريدز أو تقلل حسب ما تشوف. لا لو قللت يبقى أفضل، فبتجرب يعني. أنت لو جربت مثلا في البلوز وزودت كمان هنا شوية كده في البلوز، بص التأثير، بص الدنيا بقت شكلها عامل ازاي، اختلفت تماما عن الأول. بص كده قبل كده بعد كده، خلاص دخلنا في الليل خلاص، تمام جدا. تمام، ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نجيب كولر لوك اب. في الكولر لوك اب دي بتبقى حاجات جاهزة بتساعدنا في شغلنا كتير. في هنا حاجة اسمها نايت فروم داي، تمام جدا جدا جدا. انا بشوفها انها رائعة بصراحة في الحاجات اللي بتتحول لليل، بس طبعا التأثير بتاعها تقيل جدا، فاحنا نخففه خالص، نحاول نخففه على قد ما نقدر بحيث ان هو ايه التأثير موجود بس في نفس الوقت ايه كده. شوف الفرق كان فين، بيفرق كتير. حلو قوي، تمام جدا. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن ان احنا نعمل كنترول شيفت الت بي. ده بيعمل ايه؟ ده بياخد السكرين شوت من كل الحاجات اللي تحت، كليك يمين كونفرت تو سمارت اوبجكت، وبعدين هتروح على الفلتر، تفتح الفلتر صديقنا اللي هنستخدمه دايما في كل حاجه، كاميرا رو فلتر. الكاميرا رو فلتر بتعدل بيه على الصور في الانهانسمنت كل في الاخر، وبتزود بيه كل الدنيا بتاعتك بتختلف تماما بعدها. هنفتح كده مع بعض ونشوف. اول حاجه بحب دايما اعملها بدوس على الاوتو. الاوتو هو بيقول لك انا شايف ان السين ده يبقى بالشكل ده، فانا بشوف الاول عجبني عجبني، ما عجبنيش برجع اتويك. انا بشوف الاوتو، شوف هو عمل ازاي، هو كان شايف ان هو غامق بزياده فعمل ده، لكن كويس وكل حاجه، لكن انا شايف ان هو مش محتاج كل ده، فهعدل بقى بعد دي يعني. ببدا الاول باللي هو يقوله لي، وبعد كده اعدل شويه، بقلل مثلا الاكسبوجر، انا مش عاجبني الاكسبوجر ده. الهايلايتس هنا ماشي مناسبه، الشادوز هو مقللها خالص، فانا لا انا محتاج معتم اكتر من كده. الدنيا هنا تمام، مثلا محتاج ازود التكستشر شويه، الكلاريتي شويه تزيد برضه تبقى احلى، يعني مناسب مش وحش. ممكن مثلا ان انا اجي هنا ازود شويه الداركس، اعتبر ان انا برضه دارك مود. ممكن ان انا اروح في هنا ازود الفينيت. الفينيت بتبقى حلوة قوي، اللي هي بتخلي الحروف، بص معايا كده، الحروف بتبقى بتدي اسود عشان تخليك تركز في نص التصميم، بس طبعا مش كل ده. فممكن ان انا اخليها مثلا بالشكل ده كده مناسبة، تمام جدا. شوف الشكل بعد، تفرق كتير جدا جدا جدا. تمام، لو انا جيت حبيت حطيت دول كده كلهم في جروب وسميت ده فينش او فينيشنج، يعني فينيشنج، اقفل الفينيشنج. ده كان قبل الفينيشنج وده بعد الفينيشنج، طبعا حاجه ملهاش علاقه ببعض خالص، بتفرق كتير جدا جدا جدا. الفينيشنج هو اللي بيديلك الشكل النهائي اللي انت بتشوفه للتصميم وبيكون مظبوط معاك. ممكن نزود بس حاجه بسيطه واحده في الاخر، نحط برضو لاير تاني كيرفز ادجستمنت لاير، ونرفع بس الاضاءه شويه يعني سنة بسيطة بس كده عشان يبقى التصميم أوضح شوية. تمام، مش عايز تحطها بلاش، لكن هي مع ما هي إلا إنها بس بتزود شكل التصميم في الآخر إضاءة كأوفر أول يعني. بس وبكده نكون وصلنا تقريبا للشكل النهائي اللي احنا عايزينه. أتمنى إن انتوا تكونوا عجبتكم الحلقة بتاعتنا، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات تانية قريب بإذن الله. شكر جدا لكم، تكون خلصت الحلقة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا بيها واستمتعتوا معايا. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لأكبر عدد ممكن علشان نقدر نوصل لأكتر عدد من الناس. استنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله، حاجات كتير أكتر مفيدة أكتر، نستمر مع بعض بإذن الله. شكرا لكم، أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.